القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج والذي جعلته تحت عنوان ترجمان القرآن. أحبتي في الله، مرحبا بكم في حلقة خاصة بعنوان أبواب الأجر في الأيام العشر. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: والذي يظهر في امتياز أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة أن الله سبحانه وتعالى خصها وجعلها أفضل الأيام على الإطلاق، والذي يظهر في أن سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أيهما أفضل، أيام العشر من شهر ذي الحجة أم الليالي العشر الأواخر من رمضان؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي العشر الأواخر من ذي الحجة. لذا قال المحققون من العلماء أن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق، والليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق. أحبتي في الله، كيف نحصل أكبر قدر ممكن من الحسنات ومن الأجر في هذه الأيام المباركات؟ الناس في هذه الدنيا كالتجار في السوق، السوق قائمة والسلعة موجودة ولكنها غالية، وميدان المتاجرة مفتوح، ولكن المتاجرة مع من؟ إنها مع الغني الكريم، مع الذي لا تنقص خزائنه ولا ينفد ما عنده، مع الذي المتاجرة معه لن تبور ولن تخسر أبدا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولكن هناك من يسحب من تلك السوق قبل أن ينفض وقبل أن ينتهي، يأتيه الموت فجأة، لم يستفد من السوق ولم يشتر شيئا ولم يحصل شيئا، وإنما كان ينظر ويرى المتنافسين والمتسابقين إلى سلعة رب العالمين حتى فاجأه الموت. حينها قال: رب ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال سبحانه جل في علاه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كم هي مكاسب التجار في هذه الدنيا؟ نسب ضئيلة جدا، ولكن التجارة مع الله سبحانه وتعالى تفوز فيها بالحسنات. ثقلت الموازين فكان العبد من المفلحين. هناك من العباد من يسحبون من تلك السوق ولم يستفيدوا من تلك السوق، لم يحصلوا أي شيء من الحسنات، وساعتها يقولون: يا الله، أحقا جاء الموت؟ أحقا فات الفوت؟ أحقا جاءت النهاية؟ أحقا بلغت الغاية؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر، كأنك من جمادي، فتب عما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ الذي استفاد وحصل أكبر قدر ممكن من الحسنات ومن الأجر، ساعتها يناديه المنادي: كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من لم يستفد والعياذ بالله يكون من يؤتون كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فلا انقطاع لعمل المؤمن في هذه الدنيا إلا بالأعمال الصالحة. نحن من أسباب الفلاح والنجاح في هذه الدنيا أن يصارح الإنسان نفسه ولا يلتمس لها الأعذار. لذلك لابد لكل واحد منا ألا يلتمس لنفسه الأعذار، بل يستغل كل فرصة من حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي التقرب إلى الله سبحانه جل في علاه. في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الطاعات وبعض من الأعمال الصالحات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، من الأعمال الصالحات في تلك الأيام المباركات أولا الصيام. الصيام، نعم، صيام تسع ذي الحجة، وأنا أقول تسع ذي الحجة وليس العاشر، لأن يوم العاشر صيامه حرام وهو يوم العيد. حكم صيام تسع ذي الحجة: هناك حديث عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ولكن روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر قط. إذن كيف نجمع بين الروايتين؟ هناك حديث عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صيام تسع ذي الحجة، وهناك حديث آخر في صحيح مسلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. كيف نجمع بين الروايتين؟ رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض أو لمرض أو لسفر أو لغيرهما. لذلك قال الإمام النووي أن صيام تسع ذي الحجة من الأمور المستحبة استحبابا شديدا. لذلك الصيام من الأعمال الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حديثه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. إذن تصوم تسع ذي الحجة بنية الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بنية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأعمال الصالحة ومن الأمور الجميلة في عشر ذي الحجة الحج. فالحج سبيل لمغفرة الذنوب وطريق لجنة علام الغيوب. أيها الحجاج، أنا أخاطب الحجاج ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم من بين خلقه لأدائي ولتعظيم شعائره
ولأداء مناسك الحج هذا العام. هنيئا لكم أيها الحجاج، هنيئا لكم يا من ستقفون بعرفات. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم في سوريا، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. تذكر أيها الحاج، تذكر أن هناك الكثير من المسلمين يتمنون أن لو كانوا في هذا الموقف. تذكر أيها الحاج، هناك الكثير من المسلمين يتمنون الوقوف بعرفات، ولكن حال الموت بينهم وبين الوقوف بعرفات. هناك الكثير من المسلمين من منعتهم النفقة وقلة النفقة من أداء مناسك الحج، فاحمد الله سبحانه وتعالى واسجد له شكرا أيها الحاج، واسجد له شكرا عن اصطفاك واختارك أنت لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو أداء الحج لمن استطاع إليه سبيلا. لذلك قال أحد الشعراء حينما تقطع قلبه الصادق حينما رأى الحجاج يقفون بعرفات ويبيتون بمنى ويرمون الجمرات، قال: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وصار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، يلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائم جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعد نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات الرضا، وأنا الملوع قد لبست سوادي، لقد هاجت نفوس المشتاقين وتقطعت قلوب الصادقين لزيارة بيت الله العتيق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل مشتاق حج بيته الحرام، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ مصطفى، أهلا وسهلا، كل عام أنتم بخير. حضرتك وأنت بخير، وحشني والله كتير. ربنا يبارك فيك شيخ مصطفى. وأسأل الله العليم أن يرزقك حج بيتك العظيم وحج بيتك العظيم، وأن يرزق كل مشتاق. آمين يا رب العالمين. آمين. جزاك الله خير شيخ مصطفى. نحن أننا شارك بتلاوة. اتفضل شيخ مصطفى اسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. جزاكم الله خيرا. الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا مصطفى، حسنا بالآيات والله وعشنا وكأننا في الحج وكأننا نقف على عرفات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. في الحلقة الماضية أيها الأحبة الكرام كان معنا الأستاذ عمرو خميس في كلية أصول الدين، ويحضر رسالة ماجستير في علم الحديث، وكان صاحب صوت نادي وجميل في قراءة القرآن الكريم وفي الأناشيد، وأحد المتصلين اتصل بنا في الحلقة الماضية وطلب من الأستاذ عمرو خميس أن ينشد قصيدة سفري بعيد، فها نحن نفي بالوعد
وهو الآن معنا الأستاذ عمرو خميس من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ عمرو، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. طيب خير يا فندم، الله يبارك فيك. اتفضل أستاذ عمرو أسمعك. أنا كنت سفري بعيد. نعم اتفضل. سفري بعيد وزادي لي يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله أعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبه واسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر استاذ عمرو، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. معنا اتصال اخر من الصبح من الشرقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته استاذ الصبح، كيف حالك؟ والله العظيم انت منورنا يا شيخ محمود، جزاك الله كل خير يا شيخ. ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. انا بس طالب من حضرتك خدمه كده على السريع. اتفضل. ان شاء الله باذن الله. اتفضل. باذن الله. طبعا انا عايز اعرف بس فضل العشره الاواخر في الصيام، هل هم العشره او هم اللي هو اللي ان شاء الله ليله العيد اللي هو ليله الوفاه ان شاء الله؟ دي سؤال. فضل العشر من ذي الحجة؟ أيوة بإذن الله. طيب احنا ذكرنا الحديث وسأعيده عليك مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل الصبح أسمعك. طيب نستكمل، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا عبد الله، كيف حالك؟ إيه؟ كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك، كل عام وأنتم بخير. تفضل يا عبد الله اسمعك. ماشي. عما يتساءلون يا عبد الله؟ نعم. اين الاستعاذة واين البسملة؟ ايه؟ اين الاستعاذة واين البسملة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفين. مختلفون. مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا عبد الله، اشكرك على هذه الخطيه. استاذ صبحي كان يسال عن فضل عشر من ذي الحجه، كما ذكرنا طبعا الاعمال الصالحه في هذه العشر هي احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، واحنا باذن الله تبارك وتعالى سنذكر في تلك الحلقه كثير من الاعمال الصالحات التي نتقرب بها الى رب الارض والسماوات. لذلك ايها الاحبه الكرام، نكمل الحديث عن عشر ذي الحجه، فلا بد للحجاج ان يتذكرون تلك النعمة الربانية ويدركون فضل تلك النعمة الربانية والمنحة الإلهية. أيضا غير الحجاج من المسلمين، بل والحجاج أيضا لابد أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون في كل مكان، وتسجدوا له شكرا على أن أمد في أعماركم وبلغكم عشر ذي الحجة. أحبتي في الله، من الأعمال الصالحات في عشر ذي الحجة الصلاة. تعالوا بنا لنبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ونواظب على أداء الصلاة في جماعة. من الأعمال الصالحات في عشر ذي الحجة التكبير. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات؟ يقول الإمام ابن كثير أن هذه الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. لذلك أيها الأحبة، يشرع في تلك الأيام الفاضلة التكبير. بل روية عن ابن عمر
رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان إلى السوق في عشر ذي الحجة ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، ولكن من السنة أن يكبر كل واحد بمفرده كما ذكرت آنفا في الحلقة وكما ذكرت سلفا في الحلقة الماضية. لابد وعلى كل واحد من المسلمين أن يكبر بمفرده، ولا يجوز التكبير بلفظ واحد في جماعة، فهذا لم ينقل عن السلف الصالح ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل وغير المستطيع على النطق فبأس بأن يتعلم ألفاظ التكبير. أيضا هناك تكبير مطلق، وهو الذي يكون في عشر ذي الحجة من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة ومن شهر ذي الحجة. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون ويبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي آخر عصر أيام التشريق. لذلك أيها الأحبة الكرام، يشرع في تلك أيام التكبير، نكبر في الأسواق، في الدور، في المساجد، في غيرها من الأماكن. من الأعمال الصالحات في تلك الأيام المباركة زيارة المريض. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. اسمع أيها المسلم واسمعي أيتها المسلمة، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي كله يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يا رب، يقول ابن آدم، يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول المولى سبحانه جل في علاه: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول المولى سبحانه جل في علاه: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. فيقول ابن آدم: يا رب كيف أعودك وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول المولى سبحانه جل في علاه: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما لو عدته لوجدت ذلك عندي. إذا من الأعمال الصالحات زيارة المريض، وأيضا اتباع الجنائز، وأيضا بر الوالدين. هناك الكثير والله من الشباب يهجرون آبائهم ويهجرون أمهاتهم لمدة سنوات طويلة ولا يسألون عليهم والله حتى في أيام العيد. فرصة لبر الوالدين ولصلة الأرحام من أهم الأعمال الصالحات، صلة الأرحام. حينما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ونحن في عشر ذي الحجة لابد من التوبة، لابد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن هذا الموضوع الهام، ألا وهو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة، بعد فاصل قصير. وأرجع إلى حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله إلى أن ألقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله. وانتصري ما أبصري، انتصري ما أبهى شروني. عليكم بعد الفاصل أنكم بعد الفاصل أنكم يوم العشر. الإحة يا من لم تتب إدراكك، إدراكك أيها رب العرش، رب العرش إسرائيل، إسرائيل وإسرائيل، وذكرت إسرائيل وذكرت له يا رب أطعتنا، أطعتنا فقال إن عبد الله رضي الله
عبد الله رضي الله عنه ورجوع إلى سعود. ثم يلتفت سعود رضي الله عنه كلها تفتح وتليهم مدى فيه من رحمة الله. انظر يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة يطوفون في مجالس أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم. الله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم. أيها الملائكة، ماذا يقول عبادي وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا، فتقول جيدا وتكبيرا وتسبيحا. تقول الملائكة يسألونك الجن يا رب ما رأوا الجنة؟ فيقولها لكانوا أشد لها حرا وزون من النار. فيقول الله سبحانه رب ما رأوها. فيقول الله كيف لكانوا أشد منها فرارا. ملائكتي أني قد غفرت، ليس فيهم وإنما جاء لحاجة، هم القوم لا يشقى بهم جليل. أحبة الكرام أحد التابعين ويقول يخاطب مولاه سبحانه وتعالى لك مخالفة لك مخالفتك ولكن عصيتك يوم عصيتك انقطعت إني فإذا بهذا التابعي لم يسأل ترى عليها ملائكة غلاظ تسمعه صوت هذا التابعي وهو فيموت في على نفس البيت فإذا بامرأة عجوز تبكي أيتها العجوز. فتقول له لرجل لا جزاه الله خيرا تذكر صفة الخائفين من الله. هذا العالم العابد الزاهد التقي الورع رحمه
إبراهيم لقد أسرفت. نحن جميعا مقصرون، نحن جميعا مذنبون بالذنوب والمعاصي، فعظني وقل في نفسك بخمس، أي بخمس نصائح. فقال إذا أردت أن تعصي يقول له إبراهيم بن أدهم تأكل من هذه النصيحة الثانية، فيقول له إبراهيم، فقال له الرجل كيف ذلك والأرض تسكن في أرضه وتريد أن تعصي كل موت؟ الموت اسمع، إذا أتاك موت الآن. فقال له كيف يكون ذلك إبراهيم بن أدهم تأكل من رزق الله وتريد أن تعصيه؟ قال له هات الرابعة ألو، كيف حالك؟ بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك قرة عين. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمود؟ ربنا يعزك. ربنا يعزك. كل عام وانت رأيتك دعوت لك. أنا جدا جدا باللي بتعمله ده ربنا يجزيك خير يا رب. اتصلت الجمعة السابقة وقعت على بك عن اني قد اذهب للكتاب. دكتور محمود كنت احتاج من حضرتك اني محمود زي كما ادعي لك بظهر الغيب ان شاء الله. تعالى بظهر الغيب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أحبك الذي أحتاج من أجله. ربنا يبارك فيك. الرجيم بسم الله والوتر والليل إذا يسعي ففعل ففعل ربك يا عاد جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا شوقي. نكمل الحديث باذن الله تبارك وتعالى. فقال له ذلك وهو الذي لا تأخذه سنة ولا الله
الله وتسكن في أرض ولا ولا تستطيع أن تذهب إلى الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل صغيرة وكجاءتك جاءتك ملائكة العذاب لتأخذك إلى النار فقل لها خذيني إلى الجنة قال الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكجاءتك في كل صغيرة وكبيرة قال له الرجل قال له الرجل إني تبت إلى الله سبحانه حقا أيها الأحبة هكذا إذا نطقت العينان وقال إذا نطقت الأذنان ولا إله إلا الله إلا الله إذا نطقت لا إله إلا الله إلا الله إذا نطقت الرجل تتم على أفواههم وتكلمنا أي قال التوبة توبة أقواما وثبت على ينزل إلى السماء ينزل إلى السماء الدنيا بعد أن يمضي تغفرني تغفرني فأغفر له من يسألني فأغفر ينادي عليك في الليل ينادي عليك في الليل وأنت نائم قم في الليل وقل له يا رب عبدك الذليل الضعيف الماثل بين يديك يعترف لك بذنبه ويقر لك بجرمه وقل له أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد هكذا والله تكون التوبة إلى الله سبحانه جل في علاه أيضا أيها الأحبة أحد التابعين وأختم هذا الموقف عن الحديث عن التوبة أحد التابعين يقول أردت أن أسافر إلى بلدة من البلدان فأردت أن أركب سفينة هذه السفينة ملك لرجل ومعه جارية تخدمه فقال لي الرجل لا يوجد مكان لا تركب معنا لا يوجد مكان لك فقالت الجارية افعل خيرا وركبه معنا فركب هذا التابعي فلما دعا الرجل صاحب السفينة وصاحب المركب بالغداء قالت الجارية للرجل هل دعوته ليتغدى معنا؟ بالفعل أتى هذا التابعي وتغدى مع هذا الرجل بعد أن تناولوا طعام الغداء إذا بالرجل صاحب السفينة يطلب من الجارية أن تحضر له الخمر ليشرب الخمر وبعد أن يشرب الخمر يطلب من الجارية أن تحضر له العود وتغني فقال له هذا التابعي ألا أخبرك بأحسن من هذا؟ صاحب السفينة سأل الرجل التابعي قال له حينما غنت الجارية قال له هل تحسن مثل هذا؟ يعني تعرف تقول زي ما الجارية بتقول زي ما الجارية بتغني؟ فقال له عندي ما هو أحسن من هذا فقرأ قول الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت ذكره بآيات يوم القيامة فبكى الرجل وقال للجارية أنت حرة لوجه الله وتاب لله سبحانه وتعالى وقال للتابعي أنا تبت لله على يديك هكذا والله تكون التوبة إلى الله سبحانه وتعالى نريد همم عالية أيها الأحبة الكرام نريد همة في الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى نكون عندنا همم شوف سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ولكن والله ليس بأعمى عبد الله بن أم مكتوم لما جهز سيدنا عمر بن الخطاب الجيش للخروج إلى بلاد الشام إذا بعبد الله بن أم مكتوم يأتي ويرفع الراية انظر كان يلبي النداء كان يواظب على أداء الصلوات في جماعة هو والله كان أعمى ولكنه ليس بأعمى وإنما الأعمى من تخلف عن أوامر الله سبحانه وتعالى وإن كان يسمع ويرى لذلك انظر إلى تلك الهمة نريد
أن تكون عندنا همم عالية كهمم سلفنا الصالح. لذلك أيها الأحبة لابد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم ما مضى منذ وقت قريب من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال فيلم مسيء له. حري بك أيها المسلم في تلك الأيام المباركة تتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع هديه وتسير على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم والبدع وإياكم والابتداع، وتعرف على سنته واحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واعمل بها. من أين أبدأ والحديث غرامه، فالشعر يقصر والكلام كلامه. من أين أبدأ في مديح محمد، للشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همامه. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همامه. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما دارت الأفلاك والأجرام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما مرت الساعات والأيام. نستقبل اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كريم، كيف حالك يا شيخ محمود؟ بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك وفي هذا البرنامج الطيب المبارك. وفيكم بارك الله، ربنا يسعدك. الله تبارك وتعالى أن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. أعلم شيخ الحبيب أن موضوع اليوم عن التوبة، ولكن لا أقول كلمة إلى حجيج بيت الله الحرام، وإنما أقول أبياتا صغيرة إلى حجيج بيت الله الحرام. تفضل. أحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري برؤيتكم، كأنكم في ظلام الليل أقمار، ونوركم يهتدي الساري برؤيتكم، كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أوحش الله رفعا لكم بزيارتكم، لا أوحش الله لكم رفعا بزيارتكم، يا من لهم في الحش والقلب تفكاروا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك شيخ كريم، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك وثبتنا الله وإياك على الحق دائما يا شيخ كريم، ربنا يبارك فيك وفي والديك وفي أهلك وأسرتك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا دكتور فاطمة، معاك لسه. أيوة كان تفضلي يا أخت فاطمة، أسمعك. تفضلي أسمعك. بصي حضرتك، كنت عايزة من حضرتك تقول لي على أفضل الدعاء في يوم عرفة، يعني لو كان ثبت أنه أفضل الدعاء. ومعلش يا دكتور أثقلت عليك جدا، أنا عارفة. عايزة من حضرتك تنظم لي وقت في حتة أني أنا الحمد لله يعني السنة دي معايا دراسة معينة في سنة، فأنا عايزة أوفق ما بين القرآن والدراسة دي، وما بين أني أنا حاليا بعامل أطفال تمهيدي في حضانة لسه يعني. فعايزة حضرتك معلش تديني نصيحة. جزاك الله خير، ربنا يكرمك خير يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك وجزاكم الله خير وأحسن الله إليك. هو حقيقة يعني حضرتك سبقتنا، احنا بإذن الله كنا هنتكلم عن يوم عرفة، هنتكلم عن دعاء يوم عرفة، ولكن بما أنك ذكرت هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا من الأدعية المستحبة في يوم عرفة هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالنسبة لتنظيم الدراسة والقرآن بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عليه في نهاية الحلقة حينما نتحدث عن القرآن الكريم. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتخلق ونبدأ من الآن في التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن سعنة كان من أحبار اليهود،
يقول: ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا اثنتين، أي خصلتين اثنتين أو صفتين اثنتين. الأولى أن يسبق حلمه غضبه، والثانية ألا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. أراد أن يختبر تلك الخصلتين في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع علي بن أبي طالب، إذا برجل أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، إن قومي من قرية بني فلان دخلوا في الإسلام طمعا، وكنت قد وعدتهم بأنهم سيأتيهم رزقهم رغدا، واليوم هم في شدة وقحط، فهل لا أرسلت إليهم شيئا يا رسول الله تغيثهم به حتى لا يخرجوا من دين الإسلام؟ فقال له: هل يوجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب: هل يوجد شيء في بيت المال؟ فقال له: لا يوجد شيء يا رسول الله. فإذا بزيد بن سعنة يستغل تلك الفرصة حتى يختبر تلك الخصلتين في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل معلوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيعك تمرا معلوما إلى أجل معلوم، ولكن لا تسمى حائط بني فلان. فأعطاه زيد بن سعنة 80 مثقال من الذهب، فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاها لهذا الأعربي، أعطى لهذا الأعربي 80 مثقال من الذهب كلها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وقت قليل، بعد يومين أو ثلاثة، أتى زيد بن سعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع صاحبيه أبي بكر وعمر، فأخذ النبي من تلابيبه. تخيل، زيد بن سعنة من أحبار اليهود، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه، من مجمع قميصه، وقال له: يا محمد، أدي ما عليك من حقوق ومن ديون. تخيل، والله ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما غضب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا احمر وجهه. قال له: يا محمد، أدي ما عليك من حقوق ومن دين. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب ينظر إلى هذا الرجل، لا يدري من هو هذا الرجل، وعيناه تدوران، ويقول له: لولا أني أخشى فوته وغضبه، أي فوت وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لضربت رأسك بسيفي هذا. فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، كان من الواجب عليك أن تأمره بحسن الأداء وتأمرني بحسن الطلب يا عمر. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يروي له ما حدث بينه وبين زيد بن سعنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يعطيه حقه، يعطي لزيد بن سعنة حقه، ويزيده 20 صاعا جزاء ما روعته. قال له: زده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. فلما ذهب زيد بن سعنة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعطاه حقه وزاده 20 صاعا من تمر، فسأل زيد بن سعنة عن سبب تلك الزيادة، فقال له عمر بن الخطاب: جزاء ما روعتك، هكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك 20 صاعا من تمر. فقال زيد بن سعنة: يا عمر، يا ابن الخطاب، هل تعرف من أكون؟ قال له: أنت من تكون؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: أنت حبر من أحبار اليهود؟ قال له: نعم. قال له: وما الذي دفع بك إلى أن تفعل بنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت؟ قال له: يا عمر، يا ابن الخطاب، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد إلا اثنتين، يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. والآن تأكدت من تلك الخصتين ومن تلك الصفتين ومن هاتين الصفتين. فقال زيد بن سعنة لعمر بن الخطاب: يا عمر، الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد من هذه القصة، انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يجب أن تكون الأخلاق، نتخلق بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوقت يعني دقائق وينتهي البرنامج. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة قراءة القرآن الكريم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عاوزين كل واحد على الأقل يعمل ختمة للقرآن في تلك الأيام المباركة، ويواظب كذلك في أيام عيد الأضحى وبعد عيد الأضحى في قراءة القرآن الكريم. فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وربك يضاعف
يعفو لمن يشاء، ونحن في أيام مباركة العمل الصالح فيها أحب إلى الله. لذلك لابد من قراءة القرآن الكريم، لابد أن تكون لك أمنية. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لما كنا في غزوة تبوك وعسكر جيش المسلمين، قمت في الليل فلم أجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم أجد صاحبيه أبا بكر وعمر، فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه صاحبيه أبو بكر وعمر ومعهما نار مشتعلة ويحملون جنازة يذهبون بها إلى قبر لكي يدفنوا هذا الميت وهذا المتوفى. يقول: فذهبت إليهما فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، من الميت؟ من المتوفى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله ذو البجادين. الميت هو عبد الله ذو البجادين. هل تعرفون من هو عبد الله ذو البجادين؟ عبد الله ذو البجادين كان شاب من أطرف وأنعم شباب مكة. لما دخل في دين الإسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم، أهله آذوه حتى لدرجة أنهم جردوه من ثيابه ووضعوه في حجرة لوحده حتى لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يجد إلا قطعة قماش ستر بها عورته وفر هاربا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عبد الله ذو البجادين هذا هو المتوفى وهو الميت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المتوفى هو عبد الله ذو البجادين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى دفنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيدفن عبد الله ذي البجادين: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. هنيئا لك يا عبد الله، هنيئا لك دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف بقى سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا يتمنى، وانظر انظر إلى الأمنية التي تمناها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونالها وحققها بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن مسعود: وددت في هذا الموقف أن لو كنت صاحب تلك الحفرة. كان نفسي أكون صاحب تلك الحفرة مكان عبد الله ذي البجادين. هنيئا لك يا عبد الله دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا أيها الأحبة الكرام، في تلك الأيام المباركة لابد من الصدقة كما ذكرت في بداية الحلقة. يقول الإمام ابن حجر: والظاهر في سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وصدقة. وأيضا أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا يوم عرفة، هذا اليوم الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وضمن فيه التبعة وأقال ساعته العثرة. هذا اليوم الذي يباهي الله بعباده الحجاج وبعباده الحجيج ملائكته ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، جاءوني من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هنيئا لمن وقف ولمن سيقف بإذن الله تبارك وتعالى بعرفة. فيوم عرفة هو اليوم الذي تتكاثر عنده عبارات الأدباء وبلاغة البلغاء. يوم عرفة هو يوم عظيم، يوم تنزل الرحمات. حري بك أيها المسلم أن تواظب وتلح في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. أما بالنسبة لأن وقت الحلقة انتهى ودهمنا بسرعة، الأخت الفاضلة كانت بتسأل عن تنظيم الدراسة للقرآن. يعني لابد يا أخت فاطمة أن تجعلي نفسك وقتا تراجعين فيه الورد القرآني، وما أجمل حينما يكون هذا الوقت بعد صلاة الفجر مباشرة بإذن الله تبارك تعالى. بعد أن تنتهي من صلاة الفجر ابدأي بمراجعة وردك اليومي حتى ولو صفحة واحدة كل يوم. المهم عدم الانقطاع عن تلاوة القرآن الكريم ومراجعة القرآن الكريم. ودائما كما قلت لك في الحلقة الماضية أيضا، لابد من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حفظ ومراجعة القرآن الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح في تلك الأيام المباركة، وأن يبلغني وإياكم عيد الأضحى المبارك، وأن يبلغني وإياكم يوم عرفة، يوم تنزل الرحمات. في نهاية هذه الحلقة لا أملك إلا أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية بمناسبة هذه الأيام المباركات ومناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأخص بالتهنئة فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد حسان والأستاذ محمود حسان وفريق العمل القائم على برنامج ترجمان القرآن ومخرجنا الجميل أستاذ بطريق. كل عام أنتم بخير أيها المشاهدون الكرام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق